حالة النهاردة هي زوجة مختلفة خالص. هي الست دي بتخون من أجل الخيانة، فخورة أوي إنها بتخون، ما عندهاش هدف، يعني مش فريسة، هي اللي بتدور على الفريسة. طب إيه اللي خلاني نفتح الموضوع ده النهاردة؟ إحنا على الواتساب جالنا استغاثة من الحاج محمود، بعت لنا فيديو هو اللي خلانا نفتح حلقة النهاردة ونتكلم بالأخص عن الزوجة الخاينة. يعني نشوف مع بعض الفيديو ونرجع لحضراتكم مرة تاني. السلام عليكم ورحمة الله. أنا ببعت الفيديو دوت للأستاذة جيهان عفيفي تشوف الفيديو دوت، وسايب الحكم لله ثم ليكوا أنتوا كلكم. الفيديو ده فيه حاجة تدين الست اللي هي على ذمتي دلوقتي ومش عارف أخلص منها. عايز مساعدة حضرتكم وعايز أقابل حضرتك، وعندي كلام أقدر أقوله لحضرتك، بس جيبيني عندك في البرنامج، لأن أنا محتاج فعلا اللي أنتوا تتبنوا القضية بتاعتي، لأن أنا تعبان نفسيا. وقفوا جنب لوجه الله، لوجه الله وقفوا جنبي، اللي فعلا تعبان نفسيا. الست سيئة السمعة. الفيديو اللي أنا هبعته دوت اللي بعتهولك هو عايز حقي جامد، عشان حقي ما يدعش. شلاعة أنا وعيالي، الله يستر عرضك، بس يقول وقفوا جنب لوجه الله.